معنا الكاتب الصحفي طارق العامر، بداية أرحب بك. أهلا وسهلا. طبعا هناك تأكيدات كثيرة من قبل وزراء الخارجية ومن خلال البيان التي تم إصداره بأن يعني استمرار التشاور، استمرار الاتفاق على ضرورة أن تقوم قطر بتنفيذ المطالب 13، الالتزام بالمبادئ 6. كيف نقرأ قراءتك لهذا البيان؟ في الحقيقة هو رسالة في مضمونها تمسك أو تماسك الرباعي، نعم، نحو تنفيذ قطر للمبادئ 6 بالقاهرة، المطالب 13، وبالتالي وقبوله من ثم، وهو نقطة جديدة دخلت اليوم، قبوله بالحوار، لكن الحوار مبني على عدة مطالب أخرى. أتصور أن قطر ملزمة بتنفيذه. الأول إعلان موافقتها بشكل مبدئي على المطالب 13. ثاني شيء أتصور أنها هي كبادرة حسنية أنها هي توقف التحريض الإعلامي العدواني الذي تشنه على الدول الأربع. أنا بتصور أن مبدأ الحوار هو مبدأ أساسا مبدأ المجتمع الدولي طرحه أكثر من مرة، ومن ثم قطر تبنته في خطابها الأخير الذي خرج به أمير قطر في خطابه الأخير. وأتصور أن هي بادرة حسنية من قبل الرباعي لإعطاء فرصة لقطر. فالفكرة ليس نصب العداء للنظام القطري، بل تقويم سلوكه ووقف دعمه للإرهاب، ومن ثم زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤون الدول، ليست الأربع فقط بل العديد من الدول التي تضررت من السلوك القطري نتيجة الدعم للإرهاب وتمويله، سواء كان في الدول الأربع أو في ليبيا أو تونس أو العراق أو اليمن. نعم. استوقفني أيضا المقال هو وزير الخارجية السعودي علي الجبير من محاولة قطر تسييس ملف الحج، وهو للأسف خطوة جدا أنا أتصورها أنها خطوة غير حكيمة، أنها صادرة تنم على أن هناك مراهقة سياسية من قبل النظام القطري. لا يمكن القبول، ليست الدول المسلمين في كافة. هل نعتبره بأن هذا يعتبر من التخبط السياسي، وأيضا نعتبره بأنه تنفيذ لأجندات إيرانية كانت تحاول من قبل تسييس الحج؟ أنا قلت أنها هي مراهقة سياسية غير محسوبة، خطوة بالتالي قد تساهم في تأزيم الموقف نفسه. ليس قريب أنها هي ممكن تكون فكرة إيرانية. في الأصل الإيرانيين طرحوا بالفكرة ولم ينجحوا، رغم أن الإيرانيين كل عام يرسلون 80,000 حاج. نعم. ليبيا في عهد العقيد القذافي طرحت فكرة مجنونة بنفسه ولم تقبل دول، ولم تقبل السعودية بذلك. اليوم قطر والتي ترسل 16,000 حاج، لا يقارب بما ترسله إيران ولا ليبيا، هل تعتقد أنه ممكن ينصاع المجتمع الإسلامي قبل القيادة السعودية؟ إذن وزير الخارجية الإماراتي أيضا قال بأن لا يمكن إعادة العجلة مرة أخرى، أي أن بمعنى أن قطر قد دخلت في مفاوضات وحوار اتفاقية الرياض. كيف يمكن اليوم الوثوق مرة أخرى في قطر والتي تستمر في توقيع الاتفاقيات من جهة ونقضها من جهة أخرى؟ هذه أنا اللي دائما أفكر في السؤال. لو خرجت قطر اليوم وأعلنت موافقتها على المطالب 13، نعم، هل ممكن يسمح لها بمرة أخرى أو إعطائها الثقة؟ يعني من الصعب. أنا أتصور أن البيت الخليجي اكتشف اليوم أن هناك ابن عاق داخله، اعطي الفرصه من قبل، لكن اكتشف بعد سنتين من اعطاء الفرصه انه هو يتمادى في الارهاب ويتمادى في الاخطاء اكثر من قبل. وبالتالي اتصور ان الازمه الحقيقيه ليست الازمه الحقيقيه تاتي بعد تنفيذ قطر المطالب 13، كيفيه اعاده الثقه عند دول مجلس التعاون. نعم. والمجتمع الدولي قبل أن يكون أيضا المجتمع العربي، من الصعب أن يثق أي كان في النظام القطري، لأن سبق
إن نكث بعهوده، وهي أتصور من المصاعب التي قد تواجه النظام القطري في مرحلة ما بعد القبول من المطار 13. وزير الخارجية السعودي السيد عادل جبير أكد بأن الإجراءات التي تم اتخاذها هي تتفق مع المبادئ والأعراف السيادية والدولية أيضا. لماذا اليوم قطر تقوم بتسييس هذا الأمر أو بإقصاء الدور المهم الذي تلعبه هذه الدول من أجل أن يعني نقول بأن من أجل محاربة الإرهاب الذي عانت منه الكثير من الدول؟ في دائما في مثل يقول لك حجة البليد مسح التخت. قطرين لا يريدون أن يعترفون أنهم ضليعين في تمويل الإرهاب. نعم. قطر اليوم أصبحت وطن يحوى أعتى الإرهابيين في العالم من كل الأصناف، وبالتالي محاولة حجب الحقيقة لا يمكن أن تنطلع على المجتمع العربي والدولي، على العالم كله. كلنا نرى مدى تورط قطر. نعم. في دعم الإرهاب في البحرين، مدى تورطها في السعودية، في الإمارات، في مصر، في ليبيا، في تونس، في العراق، في اليمن. أصبح واضحا وجليا. الواضح، ولا يمكن أن تكون ذلين الدول كلها على خطأ وقطر صحيح. هناك أدلة. المجتمع الدولي اليوم يقر، الرئيس الأمريكي سبق أن أقر أنه أن قطر متورطة في تمويل الإرهاب. نعم. العديد من الدول ليس أمام قطر اليوم. لو بحثنا عن الخيارات أمام قطر تكاد تكون معدومة. ليس أمامها سوى خيار من الخيارين المطروحين، يا أما القبول بمطالب 13 والمبادئ الستة أو الانتحار السياسي. أنا أتصور غير ذلك، ليس هناك جدوى مما تفعله. هي تحاول بعثرة الأوراق تارة وتضيعة الوقت ترى عبر تسييس الحج، أو ترى أخرى عبر تأليف أو فرض مفردة جديدة اسمها الحصار، رغم أن هناك هي مقاطعة مشروعة الدول. وهذا ما أكده وزراء الخارجية، بأن كيف يمكن أن يكون هناك حصار وموانئها ومطارها مفتوح وهناك تعامل تجاري مع كثير من الدول. صحيح. طبعا الكاتب الصحفي طارق العامر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.